حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان. أهلا بكم. عام مضى على اندلاع الحرب بين روسيا والغرب في أوكرانيا، وحدة التوتر تزداد بين القوتين الكبيرتين إلى ذروة جديدة لم يسبق أن شهدتها العلاقات الدولية منذ أوج الحرب الباردة. تطورات طغت على أشغال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي أظهرت مجددا الخلاف الأوروبي حول عدد من القضايا، منها تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة، مرورا بملف الهجرة الشائك، ووصولا إلى دعم الاقتصاد الأوروبي وقدراته التنافسية. فهل تسرع بروكسل دعمها العسكري لكييف؟ ما كلفة ذلك على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أصلا من أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار؟ وهل يزيد ملف الهجرة من مشاكل أوروبا مع دول الجوار؟ محاور وأخرى نناقشها في حلقة هذا الأسبوع من حول العالم مع ضيوفنا من باريس، الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي. أستاذ الألفي مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم فريق العمل، الأستاذ المستمعين الكرام، والزميل العزيز الدكتور كريم عايش. شكرا على قبول الدعوة. ومن الرباط معنا الأستاذ كريم عايش الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مرحبا أستاذ كريم. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة، ومرحبا بالدكتور الألفي. مرحبا بك. بداية أستاذ الألفي، بعد عام من الحرب الغربية مع موسكو في أوكرانيا، تبدو أوروبا أكبر المتضررين من هذا النزاع. هل أظهرت القمة الأوروبية الأخيرة حجم الخلاف الذي تعيشه بلدان الاتحاد بخصوص النزاع الروسي الأوكراني، خصوصا ما يتعلق بتقديم الأسلحة الحديثة والطائرات المقاتلة؟ الحقيقة حضرتك، الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها منذ فترة تأسيس الاتحاد، حول مبادئ تأسيس الاتحاد وحول المصالح المشتركة لكل دول، وإحنا شهدنا لا يظهر هذا الخلاف بشكله السيء الذي يوحي أنه ليس هناك اتحادا حقيقيا إلا عند ظهور الأزمات. وكان بداية ظهور الأزمات مع البداية لما بدأ يضرب العمليات الإرهابية أوروبا، بدأت تظهر الخلافات الكبيرة، حيث اتضح أنهم لا يتعاونوا أمنيا فيما بينهم كاتحاد أمني، مصالح واحدة، أمن واحد، إلا بقدر 20% تبادل المعلومات فقط فيما بينهم، ويحتفظون بالباقي. ولهذا ضرب دول الاتحاد عمليات كثيرة في أوقات قريبة من بعضها. ثم نعود إلى الأزمة المالية، أظهرت أنهم دول متفرقة وليس اتحادا قويا. ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كوفيد. وقبلها أزمة كوفيد، نعم. الكل قال أنا ومن بعد الطوفان، نعم. وهذا يثبت أنه ليس هناك اتحاد. وبالتالي لما جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية، يعني أبانت العوار والقبح داخل هذا الاتحاد المسمى الاتحاد الأوروبي. المشكلة الكبرى الآن ليست فقط ضعف الموارد المالية، ولكن ضعف الاستراتيجية الأوروبية وغياب استراتيجية أوروبية واضحة في تعريف ما هو الأمن الأوروبي الموحد. فكرة الأمن الأوروبي الموحد لم يصلوا إليها بعد، لأنه ما زال الكل يريد السيطرة على الكل داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي غياب هذه الرؤية وفقدان الاستراتيجية الأمنية الموحدة للاتحاد الأوروبي، تغيب معها الرؤية، وبالتالي هم يجيدون إدارة الصراع فقط لإطالة الأزمة وليس لإيجاد حل للصراع، كما هو عهدهم في كافة الملفات الدولية. يدرون الصراعات ليحققون مصالح، ولا يقدمون حلولا للصراع. روسيا حساباتها معروفة وواضحة، أريد ضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا كما كان مع دول الاتحاد السوفيتي. هم خرجوا على هذا، والآن يدرون الصراع في أوكرانيا. لكن ما فعلت بهم روسيا الآن هو إيصالهم إلى مرحلة الاستنزاف. هم يستنزفون الآن. المسألة أنه يرسل سيارات مدرعة، اجتماع وزراء دفاع الناتو، ماذا سيسفر؟ القمة الأوروبية ماذا أسفرت؟ يطالب زيلينسكي بصواريخ عابرة باليستية لقصف موسكو، يطالب بطائرات. وهذا زيلينسكي لا يعلم أن تدريب طيار واحد أقل مدة 3 سنوات لكي تخرج طيارا، وثلاث سنوات بدون توقف على الأقل، هذا ساعات التدريب أو الطيران الحرة. وطبعا هذا مستحيل.
ووجود طائرات، من سيزود بطائرات روسيا هددت بضرب الدولة التي يخرج منها طائرات. وهذا ما يجعل الدول الأوروبية مترددة، هي يعني كقول تقول إنها ستدعم كييف بهذه الطائرات، ولكن ولا واحدة من الدول الأوروبية استطاعت أن تبادر بتقديم هذا الدعم. للأسف الشديد لا يستطيع، ما شهدناه هو وصول سيارات مدرعة إلى المواني محملة على قطارات وستقصف عند دخولها من لفيف عبر بولندا. الآن الأمر أصبح يتجاوز فكرة الصراع. كلمة بوتين لمجلس الأمن القومي والدول الممثلة في مجلس الأمن لا يوجد بديل عن الانتصار لروسيا. الرئيس الفرنسي يقول لن نسمح بأن تخرج أوكرانيا لأن هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة أوروبا والناتو، وهو لا يستطيع أن يحقق هذا. وأنا أثق أنه رأي بوتين هو الأقوى في هذا الصراع. الإمكانيات المالية غير موجودة. الآن هناك تصريح شديد الخطورة أنه وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قالوا من بروكسل أن ما ينتجه كل دول أوروبا من الذخائر لا يستطيع تغطية احتياجات الحرب في أوكرانيا. وهذا ما أكده حلف الناتو أيضا. نعم، وهذا أكده حلف الناتو. وزراء دفاع الناتو هو لويد أوستن لما يجتمع بوزراء الدفاع ويقول سنفعل وسنفعل وسنفعل. إذن ماذا ستقدم أنت؟ أنت الذي تقود الناتو. نعم. والملف كله بيد الولايات المتحدة التي تدير الصراع على حساب الأوروبيين أنفسهم. الخلاف الآن حول وثيقة من سيكتب عنه أنه انتصر في هذا الصراع. طيب دعنا نشرك الأستاذ كريم عايش في هذا النقاش. أستاذ كريم، الرئيس الأوكراني حذر القادة الأوروبيين من أن أوكرانيا تحتاج الحصول إلى المدفعية والذخيرة وأيضا الطائرات المقاتلة بشكل يفوق سرعة روسيا على التحضير لما قال إنه سيكون هجوما جديدا وخطيرا. هل يرسم هذا الخطاب مسار هذا النزاع الذي يبدو أنه سيدخل مرحلة الاستنزاف أو دخلها بالفعل كما أكد الأستاذ محمد الألفي؟ أولا اسمحوا لي بنيابة عن الأستاذ الألفي بتهنئتكم باليوم العالمي للإذاعة، وكان هذا يوم أمس. شكرا جزيلا. ونحن نعرف المجهود الكبير الذي تقوم به الإذاعة الوطنية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما يخص تقريب المستمعين من كل القضايا الكبرى ونقاش القضايا ذات الاهتمام. وردا على السؤال، أعتقد أن حرب الاستنزاف كانت هي المخطط الأول الذي ركزت عليه الولايات المتحدة لجر روسيا في مستنقع الحرب الأوكرانية، أقصد إطالة الحرب في أوكرانيا عبر استنزاف كل قدراتها العسكرية وكذا آلياتها وعتادها. والدليل على ذلك هو أن تمويل القوات العسكرية الأوكرانية كان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الأوروبية مجتمعة، مع تفادي إمكانية الوقوع في فخ الحرب العالمية الثالثة. نعم. ومن هنا وكما أشرتم فطلب زيلينسكي، فزيلينسكي يطلب المعونة من المنتظم الدولي في كل مناسبة يتمكن فيها من مخاطبة قادة العالم، وقد تمكن أخيرا من الحصول على قطع المدفعية الألمانية لانكس ومارشال وأخرى وقطع أخرى دخلت الحرب وسط يعني لانكس وبونتير، وسط احتجاج روسيا التي رأت في تلك الخطوة أنها خطوة تصعيدية تندر بانضمام الدول الأوروبية للحرب بدلا من أوكرانيا. نعم. والمشكلة الآخر الذي يصب الزيت على النار هو الطلب الملح لزيلينسكي للحصول على طائرات F-16 لكي يقصف المواقع الروسية، دون نسيان دخول صواريخ طويلة المدى في معترك العمليات، وهي أمور هددت روسيا بأنها سوف تقوم بالتصعيد وضرب العواصم الأوروبية ولمن استخدام السلاح النووي البالستي.
طيب في حال فعلا تحولت أقوال الدول الأوروبية إلى أفعال وتم تسليم كييف فعلا هذه الأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة، هل يجر ذلك أوروبا إلى حرب مباشرة مع روسيا التي تحذر من عواقب مثل هذه الخطوات؟ أعتقد أن أوروبا سواء على الجبهة الداخلية أو من خلال سياستها الخارجية تعاني من الكثير من المشاكل، وهي نقط أشار إليها الزميل العزيز الدكتور الألفي. فالتصدع الكتلة الأوروبية قد يدفعها إلى أن تتسرع وتقع في حرب مفتوحة مع روسيا، وبالتالي دخول كل دولة على حدة في صراع مباشر مع روسيا، طالما أنها أعلنت ما من مرة على قدراتها العسكرية بتهديد هذه الدول، وهو الأمر الذي يجعل من هذه الدول الأوروبية تعود إلى الخلف. وكما أعلن عنه هذا الصباح أن القدرات العسكرية التي تبعث إلى القوات الأوكرانية يجب أن تخضع لبعض المنطق من العقلانية، خاصة أن الولايات المتحدة ودول أوروبا أخبروا زيلينسكي على أن هناك مشكل في استعمال الذخيرة، لأن الوتيرة التي يستهلك بها زيلينسكي الذخيرة في الحرب أكبر من القدرات الانتاجية العسكرية لهذه الدول، وبالتالي وخصوصا أيضا بعد إعفاء عدد من المسؤولين الأوكرانيين بعد شبهات الفساد. هذا يعني طرح أكثر من علامة استفهام على مصير المساعدات الأوروبية إلى أوكرانيا. أجل، وهذا وموضوع الفساد هذا يعني لم يعد حصرا على القوات الأوكرانية، فنحن تابعنا في الأيام القليلة الماضية أن هناك ملفا كبيرا للفساد قد ظهرت بوادره على مستوى البرلمان الأوروبي، ولاحظنا أن حتى البرلمان الأوروبي الذي نادرا ما يتخذ قرارات عقلانية وذو مصداقية يتخبط هو أيضا في هذا المستنقع، ويعكس السياسة المتذبذبة لأوروبا تجاه قضايا العالم. طيب نبقى في هذه النقطة أستاذ الألفي، البرلمان الأوروبي أيضا يعيش مرحلة من التذبذب، مرحلة من اتخاذ قرارات يعني تسيء لعلاقة أوروبا مع دول الجوار ومع شركائها الاستراتيجيين. يعني ما الذي يحدث بالضبط؟ هل فقدت أوروبا تلك البوصلة التي بإمكانها أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية حتى مع شركائها ومع دول الجوار؟ خلينا أقول لحضرتك أن الآن هذه البرلمانات وهذه الديمقراطيات القميئة أصبحت تتدخل، اختلفوا عندما ظهرت مشاكلهم الحقيقية، وعندما اختلفوا في الداخل بدأوا يوجهون سهامهم إلى الخارج لأجل وينظرون نظرة غير واقعية وفيها كثير من الاستعلاء والتعالي والتغول على حقوق الآخرين، وإحنا شفنا ده في خلال تعاملهم مع دول كتير وفي مقدمتها المغرب. نعم. يعني النهاردة هو لما دخل يهاجم المغرب، طيب أنت بتهاجم المغرب على أي أساس؟ ذهبت تهاجم أحكام قضائية، أنت تدخل في الشأن القضائي لدولة ذات سيادة مستقلة. أنا أتفهم أنه إذا كان لك أي تساؤلات، استفسارات وليس تساؤل، استفسار، أن تخاطب الجهة القانونية بالفعل حول هذا أو ذاك، إذا سمحت الدولة الوطنية المغربية بالرد على هذه الاستفسارات إذا كان لديها الرغبة بأن ترد. هذا أمر. الأمر الآخر هو أنك ذهبت لتهاجم السياسة المغربية، وكل بضعة دقائق نرى مقالات تقوم ممنهج أن المغرب يتدخل في قضايا إدارة داخل أوروبا، في قضايا ملفات. والله أنا كنت أتمنى أن يكون لدى المغرب وكل دولة عربية هذه القوة، معنى هذا أنه يحكم في الداخل الأوروبي. أنت تتهم دولة اتهامات كثيرة، تحدث ضجيج إعلامي تريد منه التأثير على القرار المغربي في الداخل، والمغرب لن يهتز أمام هذا أو ذاك. المغرب يسير خطى مستمرة، هؤلاء أصبحوا يريدون السيطرة على الدول بشكل أو بآخر لتحقيق مكاسب بفكرة خلق صراع وإطارته. لا يوجد صراع بين المغرب
المغرب يريد أن ينمو ويقيم تنمية ويحقق يعني تنمية داخل بلاده ويحقق شراكات دولية. هم يريدون خلق صراع ويدورون وثم يدورون هذا الصراع للتأثير على التنمية في المغرب. أصبح اليوم هناك نظرة فيها كثير من الحقد على ما تحققه المغرب والدول الشرق أوسطية من تنمية وسط السقوط الأوروبي. وبالتالي علينا أن نفهم جيدا أن كل التدخل في هذه الملفات أو محاولة اختلاق أزمات مع المغرب أو دول تمثلها في الشرق الأوسط تحقق نجاحات هي محاولة لوضع يدهم على نجاحات هذه الدول بحكم أنه قوة صاعدة أصبحت تقلق. نعم، ما هو حضرتك لا يريد لهذه القوة الصاعدة أن تتمركز في مناطق غرب إفريقيا. هذه رقم واحد، لا يريد لهذه القوة الصاعدة أن يكون لها مصالح في الدول التي طرد منهم. على سبيل المثال فرنسا طردت من دول كثير في إفريقيا، الآن تناصب المغرب العداء بوضوح في ملفات كثيرة. لماذا ليس هناك عداء بين المغرب وفرنسا؟ نعم. لماذا تخلق فرنسا العداء وتساند من يهاجمون ويحاولون اغتيال الوحدة الترابية المغربية في هذا الاتجاه؟ لماذا تناصب المغرب العداء؟ أنت لك مصالح مع المملكة المغربية، إذن أنت لست أمينا على بلادك في أوروبا، لست أمينا على مصالح شعبك، أنت تريد تحقيق مكاسب آنية تفقدك حليف استراتيجي في هذه المنطقة من العالم. وأكرر لحضرتك والسادة المستمعين ما يعجبني موقف الإدارة المغربية الواضح، نحن نريد تحقيق مصالحنا، لن نتنازل قيد أنملة عن النجاحات التي نحققها. وحدتنا الترابية أساس، وحدتنا الوطنية، الدولة الوطنية المغربية الآن صوتها محترم جدا، واصل جدا، وازن جدا، وأيضا لديها رؤية للمستقبل وترى كيف ينهار هؤلاء أمام الثبات للقيادة المغربية والتحالف المغربي الشعب الملتف حوالين قيادة في الداخل. نعم، هذا أفضل رد، وهو الرد الواضح والصريح ويسلك كما قلنا الطرق القانونية. نتوقف لحظة لرفع أذان صلاة الظهر ثم نعود لمواصلة النقاش في حلقة هذا الأسبوع من حول العالم. سيداتي وسادتي، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط، سلا وما جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
نودي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط، سلا وما جاورهما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذن نعود وإياكم لمواصلة النقاش ضمن حلقة هذا الأسبوع من حول العالم. في هذا الشق الثاني من حلقة اليوم نتوقف عند تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بأوروبا. أستاذ كريم عيش، نبدأ بأكثر القطاعات تضررا والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوروبي. هل بإمكان دول الاتحاد الصمود فيما يخص قطاع الطاقة بعد قرار روسيا تخفيض إنتاجها من النفط بمعدل 500 ألف برميل يوميا، ويعني الرفض السعودي للانصياع للمطالب الأمريكية بتعويض هذا النقص؟ أعتقد أن ملف الطاقة هو أحد الملفات الحيوية لاستمرار الحياة الطبيعية في أوروبا، وهذا أمر يعني نستشفه من خلال التحركات الأوروبية يعني على المستوى الفردي للدول. فقد لاحظنا مؤخرا زيارات لرئيسة الوزراء الإيطالية في دول شمال أفريقيا، وأيضا السباق الفرنسي نحو دول الخليج العربي، والبحث المستمر والحثيث لمصادر جديدة للطاقة على مستوى المملكة الإسبانية وألمانيا والمملكة المتحدة. فأعتقد أن هذه الحرب، حرب الأوكرانية الروسية، يعني عجلت بتعرية الضعف على مستوى التزود بالطاقة لأوروبا في العالم، وهذه التعرية ازدادت بعد أن تم تعطيل أنابيب الغاز نورستريم 1 ونورستريم 2. ولا أعتقد أن أغلبية المستمعين يعرفون أن مع ذلك فأوروبا ما زالت تستورد الغاز الروسي، ولكن بتسعيرة يعني محددة واحتراما للعقوبات. فرغم بحثها المستمر عن الطاقة في دول أخرى، إلا أنها ما زالت تستهلك طاقة روسية الآن. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن السياسة الطاقية الأوروبية فشلت في أن تجعل أوروبا تعتمد على نفسها وتبني شراكات قوية. لأن إذا كانت أوروبا لديها دبلوماسية قوية ذات مصداقية ويعني تحترم السيادات الدول والمواثيق الدولية والمواثيق البينية بين الدول، لكانت في منأى عن السعي والبحث عن الطاقة في هذه الأثناء، إذ ستستمر العلاقات في أحسن الأحوال وسوف يتم تزويد أوروبا دون ما مشاكل. طيب أستاذ محمد الألفي، يعني في ظل هذه الأزمات كيف تبدو أوروبا اليوم مع كثرة الاحتجاجات والمطالب بإصلاح الأوضاع الاجتماعية بعد كما قلنا هذه الأزمة الخانقة المتمثلة في ضعف التزود بالطاقة، التضخم، ارتفاع الأسعار وتعطل الدورة الاقتصادية؟ كيف تبدو أوروبا اليوم جراء كل ما لحقها من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وقطع موسكو لصادراتها من المواد الطاقية والغذائية؟ خليني ألتقط من حضرتك هذا التفسير، وألتقط الخيط أيضا من حيث انتهى الزميل العزيز الدكتور كريم عيش. الطاقة التي كانت تحصل عليها أوروبا من روسيا هي طاقة غير مكلفة، وساهمت في تطوير الحالة الاقتصادية ودوران العجلة الإنتاجية داخل الدول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي عندما تفقد هذا المورد طاقة بسعر رخيص ومناسب جدا، سواء نفط أو غاز وحتى يورانيوم منضب أو مخصب، وحتى أغذية ومشتقات أغذية وصناعات غذائية ودوائية، وبالتالي تفقد كل هذا، ليس الطاقة فقط، فأنت توقف عجلة الإنتاج بنفسك وتطلق النار على أقدامك.
هذه رقم واحد. رقم اثنين، هم أقروا عقوبات تحديد الأسعار اللي تحدث عليه الزميل الدكتور كريم. ردت روسيا بخفض إنتاجها ب500,000 برميل، كما تفضلت حضرتك ده يزيد الطين بلة على الاتحاد الأوروبي وعلى قطاع الطاقة داخل الاتحاد. النقطة الأخرى كما تفضلت حضرتك بضغوط على المملكة العربية السعودية بزيادة أن تعوض هذه الحصة هذا النقص. نعم. وبالتالي السعودية ترفض الانصياع للمطالب الأمريكية، ليس لها صالح في هذا. وبالتالي ضغط وهجوم الولايات المتحدة على دول أوبك تريد أن تثبت لحلفائها أنها قادرة على إجبارهم على ضخ طاقة رخيصة لدول الاتحاد لكي يستمروا في الطاعة الأمريكية. حتى الآن تفشل الولايات المتحدة في تحقيق هذا المطلب لحلفائها الأوروبيين أو للدول اللي هي منضمة تحت لواء الناتو الأمريكي. وبالتالي نحن لسنا أمام مشهد مستقبلي يقدم على الحل إلا إذا قاموا هم بحل حالة الأزمة التي وضعوا أنفسهم ودولهم وشعوبهم فيها، وضعوا العالم بالكامل فيها، وتقديم حل مباشر بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كسؤال أخير أستاذ كريم عايش، في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية التي تشهدها أوروبا اليوم، هل تتوقع تجاوز بلدان الاتحاد لمشاكلها الداخلية والصعوبات أيضا على المستوى الخارجي، أم إن الحرب الروسية الأوكرانية ستفرز واقعا عالميا جديدا قد تفقد فيه أوروبا مكانتها لصالح قوة عالمية أخرى؟ الصراع الأوكراني الروسي هو صراع التموقعات وصراع الأقطاب، انطلاقا من القطب الواحد إلى تعددية الأقطاب على المستوى الجيوسياسي. لذلك فنهاية الحرب ستكون عبر المفاوضات، لأنه كل متمسك برأيه وكل يحاول أن يجعل من عامل الزمن الذي يطول أحد أهم الأسلحة في حرب تحولت إلى حرب استنزاف. وهذه تقنية ولن على حسب اعتقادي تقدم الحل لهذا الصراع، طالما أن لكل موقفه ويقوم على أساس من وهو يعني موقف يغدى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بعيدة عن أرض الصراع. وبالتالي إذا كانت أوروبا تجد نفسها في مواجهة مع روسيا عبر أوكرانيا، فغدا قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع روسيا، لأن أوكرانيا لن يمكن أن تصمد طويلا بفضل مساعدات الآخرين. فهناك حركات يعني اجتماعية صاعدة تبتغي إيجاد نهاية للحرب بدلا من استمرارية التصعيد، وهو ما أشار إليه الأستاذ الألفي بخصوص الاستنزاف لجيوب المواطنين الأوروبيين ويعني تكاثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الطاقية. لذلك فالمواطن الأوروبي إذا لم يجد في برلمانه الوطني وبرلمانه الأوروبي المتصدع، فأعتقد أنه هو من سيأخذ الكلمة وسوف يخرج للشارع ليقول لا للحرب، نعم للمفاوضات. وأعتقد أنه هو الحل الأمثل لإيقاف هذه الحرب وإيجاد صيغة توافقية تريح الجميع. نعم، بهذا نصل إلى نقطة ختام حلقة اليوم من حول العالم. أشكر ضيوفنا، كان معنا من باريس الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا أستاذ. شكرا لحضرتك ولكل فريق العمل والسادة المستمعين الكرام والزميل العزيز الدكتور كريم عيش. من الرباط كان معنا الأستاذ كريم عيش الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أستاذ كريم شكرا جزيلا على المشاركة. شكرا لكم وشكرا للزميل العزيز الدكتور الألفي. الشكر كذلك لطاقم حلقة اليوم، إيمان الناصح في الإخراج، وهذا خليل درنان يحييكم في أمان الله. حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان.